بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الفيديو اللي فات شرحنا المود التام، تقريبا غطينا كل أفكاره. الأسئلة دي على المود التام، تعال نحل مع بعض كده ونشوف شوية أفكار سريعة كده خاطفة، أتمنى تكون السبورة واضحة إن شاء الله. يعني من زمان ما ظهرناش في بعض في السبورة، مع بعض في السبورة، فتعالوا نحارب مع بعض. الجزئية دي check your understanding، أكد على فهمك للunits 1 and 2. الأسئلة هتكون فيها مود تام على مدى بسيط، على مدى مستمر كده يعني. على فوكابلري برضه هنحاول نكمل في السلسله ان شاء الله، بس يا ريت وانت بتسمع الفيديو كده تعمل لايك للفيديو وتشير الفيديو بحيث الناس تسمع، هنلاقي مشاهدات فنتحفز ونكتر يعني. اول سؤال بيقول افتر نوت هير هوم ورك علياء او عاليه هاند ات تو ذا تيشر. كلمه هاند يعني يد، بس هنا معناها يسلم، تمام؟ فانت بتقولي بعد ما عملت واجبها علياء سلمت الواجب، فالطبيعي انها عملت الواجب الاول ورقم اثنين سلمته، فده حدث ثاني فطبيعي ماضي بسيط. المفروض الحدث الاولاني ده هيكون في فاعل وبعدين الماضي بتاعي اللي هو هاد الباست بارتيسيبل، او انك تشيل الفاعل وتستخدم الفاعل وضبطه اي ان جي. بس احنا متفقين عشان اجيب بعد افتر اي ان جي لازم يكون الفاعلين واحد. هسال نفسي هو مين اللي عمل الواجب عاليه ومين اللي سلم الواجب عاليه، اذا الفاعلين واحد فينفع نحذف، اذا يبقى هو افتر دوينج هير هوم ورك. طيب في احتمال ثاني ممكن نستخدم بينج دان، ده لو مجهول كان ممكن افتر بينج دان بعد ان تم القيام به ذا هوم ورك was handed to the teacher. الواجب سلم للمعلم، لكن الجمله مبنيه للمعلوم. طب الجمله الثانيه having not the homework. بص يا مستر انا قدامي having دي ليها احتمال من الاثنين، ان انا اجيب بعدها الباست بارتيسيبل ده لو معلوم، او ان انا اجيب being الباست بارتيسيبل ده لو مجهول. حلو، انت بتقول لي بعد ايه الانجكشن اللي هي الحقن يعني المريض بدا يشعر بتحسن، يبقى بعد ان اخذ الحقن. المفعول معاك في الجملة هنا يبقى ده مبني للمعلوم، يبقى أنت هتجيب بعد having باست بارتيسيبل، يبقى دول having taken. طيب أنا عايزك تقول لي مثلا بعد أن أخذت الحقن بدأ يشعر المريض بالتحسن، فهتروح أنت قايل لي بقى after being taken، وتروح على الكما وما تذكرش المفعول، الحاجة اللي اتاخدت الحقن ما تذكرهاش، من after being taken نذكرها الناحية التانية بقى. The injection made the patient feel better. ركزت معايا كده؟ انت قلت لي having taken يعني بعد ان اخذ، ده مبني للمعلوم. لو قلنا having been taken يبقى بعد ان اخذ، تمام؟ يبقى after being taken او having been taken، واحده من اثنين. او الثاني having been taken او after being taken. طيب الفرق بين الاثنين لازم تركز فيه ان after اصلا المفروض بعدها اي ان جي. طب في المجهول تبقى being past participle زي ما قلنا هنا، after اي ان جي ده لو معلوم، being past participle ده لو مجهول. طب مع having باست بارتيسيبل لو معلوم، بين والتصريف التالت لو مجهول. طب اللي بعدها سما اندرستود ذا موفي، سما فهمت الفيلم بيكوز شي نوت ذا بوك. انا حاولت اجيب الجمله اللي فيها بيكوز دي عشان دايما بتسال في موضوع بيكوز بتيجي مع زمن ايه. بقول لك انت لو ترجمت كده بالراحه في الفيديو انت بتقول لي سما فهمت الفيلم لان هي قرات الكتاب، فهي قرات الكتاب الاول وبعدين راحت تسمع الفيلم ففهمته. فقرات الكتاب ده حدث اولاني، حدث الاولاني بيكون زمن ماضي تام، فانا هستبعد ده ان ده مضارع تام وده مستقبل تام وده مضارع بسيط او مضارع مستمر. يبقى انت هتقول لي سما اندرستود ذا موفي بيكوز شي هاد ريد، تمام؟ طيب الجمله اللي بعد كده رقم اربعه باي ذا تايم اي ونت تو سليب. باي ذا تايم دي زي ما اتفقنا بنترجمها بمعنى بيفور يعني معنى قبل، يعني قبل ما انا رحت انام انا كنت قرات 100 صفحه. انا عايزك تفهم انك لما تلاقي عدد اوعى تفكر في المستمر، فالمستمر ده مش في تفكيرك خالص. انت قبل ما تروح تنام قرات 100 صفحه، يعني انا قرات ال 100 صفحه الاول، الحاجه الثانيه رحت تنام. فقراءه الصفحات دي حدث اولاني، الحدث الاولاني بيكون زمن ماضي تام، يبقى اي هاف ريد. طيب ليه ما ناخدش هاف بين ريدنج؟ القاعده بتقول لك يا باشا انا قلت لك مختصره مع العدد ممنوع المستمر، وساعتها قلت لك سواء هي جمله خبريه او جمله سؤال. يعني سواء بنتكلم على عدد في جمله خبريه زي دي كده او جمله سؤال زي رقم خمسه دي كده، انت بتقول لي هاو ماني فورس يعني كم عدد الافلام اللي انت سمعتها قبل ما تروح تنام. طيب اذا انا بما اني بتكلم على العدد يبقى ما ينفعش افكر في مستمر، فهاد يو بين واتشنج وهاف يو بين واتشنج دي مستبعدين مش معايا خالص. حاجه ثانيه انت بتقول لي قاعد بلاتي قراتها قبل ان تنام، يبقى الذهاب للنوم ده حدث ثاني والافلام دي حدث اولاني يبقى ماضي تام، فهنقول له بقى هاد يو واتشنج. الجمل الخمس افكار الخمس جمل دول كل واحده فيها فكره. عايزك كده قبل ما تطلع من الفيديو الخمس جمل دول تشوف على الخمس جمل التانيين، انا هعمل كل خمس جمل مثلا فيديو لوحدهم مستقلين ورا بعضهم سيكونس، يعني ان شاء الله ربنا يسهل كده بقيت مشاهدات. انا ممكن اعمل كل يوم فيديو، القناه عليها يا شباب كميه فيديوهات محترمه، هتلاقي عليها فيديوهات شرح كل الجرامر اللي في اللغه الانجليزيه، هتلاقي فيه فيديوهات تركات المنهج، هتلاقي فيديوهات حل كتابه عمليه، هتستغل
القناة ازاي. لو انت في قاعدة معينة انت مش فاهمها كويس، ممكن تسمع من ملفات كتاب ماي فريند. الكتاب ده من اعظم الكتب تقريبا، يعني كان جايب اسئلة على القواعد بشكل مفصل، كل فكرة عليها سؤال، موجود على اليوتيوب على القناة. عندك كتاب العمالقة كامل، عندك 1A1 براكتس بتاع السنة اللي فاتت كامل، عندك كمان كتاب العمالقة زي ما قلت لك كامل، وماي فريند كامل، حاجات كتير قوي. لو في حاجة معينة محتاجها اكتب لي تحت في الكومنتس وانا هجيبها لك. اتمنى كده قبل ما تمشي بتعمل مغادرة للقناة، لايك للفيديو بقى، واشترك في القناة، حاول تساعدني ان احنا نكمل مع بعضنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.